بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع درس جديد بعنوان اسم المفعول من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي. النهاردة بندرس اللي هي الدرس ده عشان إزاي إن إحنا نستخرج ونشكل ونصيغ ونشتق اسم المفعول من الأفعال الثلاثية وغير الثلاثية، عشان نعرف على إيه أهمية التركيز على قواعد النحو. ليه؟ لأن قد يتشابه مشتقان في نفس الشكل ونفس الوزن، ولكن في الدلالة محتاجة تركيز شوية. وهنتدرب برضو إزاي إن إحنا قلنا نصيغ اسم المفعول ونستخرجه من العبارات المختلفة ونذكر نوعه، هل هو من فعل ثلاثي أم من فعل غير ثلاثي. فنبدأ أولا تعريف اسم المفعول. إيه هو اسم المفعول؟ هو اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول، ودي هنحتاجها في آخر الشرح إن شاء الله. بس أهم حاجة هو مشتق من فعل مبني للمجهول، بحيث إنه لو قال لي وخيرني قال لي استخرج اسم مفعول واذكر فعله وجيب لي في الاختيارات 4 أفعال، أدور أنا على الصيغة اللي هي المبنية للمجهول. خلاص كده؟ طب هو مشتق من الفعل المبني للمجهول ليه؟ للدلالة على من وقع عليه الفعل، اللي حدث عليه الحدث أو وقع عليه الفعل نفسه. طيب كيفية صيغة اسم المفعول؟ إزاي إن أنا بصيغه أو إن أنا بشتق اسم المفعول؟ هناخد رقم ألف من الفعل الثلاثي، الفعل اللي عدد حروفه 3 في الماضي، تمام كده؟ قال يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن مفعول. مفعول، طب ازاي؟ ايه الطريقة؟ قال بناخد خطوتين اتنين فقط. رقم واحد اضافة ميم مفتوحة في اوله، بعد كده اضافة واو قبل اخره. بعمل حاجتين بس من الفعل الايه؟ الثلاثي. الاصل او الاساس ان انا اضيف ميم مفتوحة في اوله. الخطوة الثانية اضافة واو قبل اخره. طيب ناخد أمثلة، بيقول لي من الفعل الصحيح السالم مثل شرب. شرب فعل صحيح ما فيهوش حرف علة، هذه كلمة صحيح، وسالم يعني خلت أصوله حروف الأصلية من الهمز أو التضعيف، يعني ما فيهوش حرفين شكل بعض ولا في همزة. فبيقول لي من شرب، لما أنا أحط لها كده أدي شين راء باء على وزن إيه؟ فعال. بيقول لي نضع ميم مفتوحة في أوله، هذه تبقى ما، واو قبل آخره مفعول، صح؟ ده الوزن عندي الأساسي. فهنا بيقول لي إيه؟ مشروب. ليه؟ لأن أنا حطيت من الفعل شربة ميم مفتوحة في الأول واو قبل آخره، فتبقى إيه؟ مشروب. وما هو المشروب؟ الذي وقع عليه الفعل شربة، أو الذي شرب، كما قلنا فعل يكون مبني للمجهول. شرب، تمام كده؟ يبقى مشروب اسم مفعول من فعل شرب اللي هو المبني للمجهول. ليه؟ لأن المشروب يدل على الذي وقع عليه الحدث، تمام؟ طيب من الفعل الصحيح المضعف مثل رد، يعني ايه صحيح؟ قلنا ما فيهوش حرف علة، أصوله حروف أصلية، ومضعف يعني الحرف الثاني والثالث مثل بعضهم، يعني حرف واحد مضاعف عليه شدة، مثل رد، مد، وهكذا. طب ازاي ان انا اجيب منه اسم المفعول؟ هو مش ثلاثي؟ فبحط ايه؟ ميم مفتوحة في الاول واو قبل الاخير. طب دول حرفين مع بعض، يبقى لابد ان انا نفك تضعيفه، يبقى نفك تضعيف الفعل المضاعف ونضيف الميم المفتوحة في اوله والواو قبل اخره. طيب انا عندي هنا رد، يبقى راء ودال ودال بالاسود اهم، انا فكيت تضعيف ليه؟ عشان اقدر احط واو قبل اخره، فتبقى تصبح الميم في الاول والواو قبل اخره. يبقى اسم المفعول من الفعل رد هو ايه؟ مردود. يبقى من الفعل رد اسم المفعول منها ايه؟ مردود. طيب ناخد كمان، بيقول لي الفعل الصحيح المهموز، يعني ايه صحيح؟ قلنا مفهوش حرف علة، كويس. ويقول لي كمان ايه؟ ان احنا عندنا
مسؤول سأل برضو نفس الكلام، أمر وسأل وقرأ، دي أحد حروفها الأصلية همزة. خلاص كده. كيف نأتي؟ قال لي ما أنا بحط ميم مفتوحة في الأول، تبقى إيه الميم المفتوحة إيه؟ واو قبل الأخير، فتبقى مأمور. طب دي كويسة. طب ومن سأل هتبقى إيه؟ ميم مفتوحة في الأول واو قبل الآخر، فتبقى مسؤول. طيب تأتي بقى هنا الإيه؟ الكلمة اللي إحنا بنقول عليها، في عندنا مشكلة هنا عندنا في اللغة العربية في مصر، إحنا بنقول بنكتب كلمة مسؤول على نبرة، والقياس والقاعدة تقول إنها تكتب على واو. طب الاتنين صح. ليه بقى الاتنين صح؟ لأن إحنا عندنا إيه؟ شوف كده، مسؤول من الفعل سأل، قال لي إحنا بنمشي على إيه؟ إذا يعني همزة مضمومة، مسؤول بعدها واو مد، مضمومة بعدها واو مد، يبقى تكتب على واو، صح كده؟ من جنس حركتها، لأنه سبقت بساكن مس، تمام كده؟ طيب بيقول لي إذا أمكن اتصال ما قبل الهمزة اللي هو السين بما بعد الهمزة اللي هو الواو في الرسم في الكتابة، مش إحنا ممكن نشبك في السين واو؟ آه ممكن. طيب طالما يمكن إن إحنا نشبك في السين حرف الواو، قال لي فتكتب على نبرة. إنما كلمة رؤوف مثلا أو مرؤوف أو مبدو أيا كان، طالما إنه لا يمكن اتصال ما قبل الهمزة بما بعدها، يبقى ترسم على السطر. يبقى كلمة مسؤول على نبرة صح عندنا، وكلمة مسؤول على واو برضو صح. طيب وكلمة قرأ تبقى إيه؟ مقروء. طيب قرأ هنا الهمزة على ألف، هنا بقت على السطر ليه؟ قال لي على السطر لأن همزة متطرفة، همزة متطرفة سبقت بحرف ساكن اللي هو الواو، والهمزة المتطرفة إذا سبقت بساكن ترسم على السطر أيا كان هذا الساكن، سواء كان حرف مد أو حرف شبيه بالصحيح زي كلمة شيء، برضو هنا الهمزة سبقت بساكن، أهم حاجة الهمزة المتطرفة إذا سبقت بساكن ترسم على السطر، فتبقى إيه؟ أدي قرأ أهي أسود، قرأ أهي. طيب أنا عندي مقروء، فهمزة متطرفة جاية في الأخير سبقت بساكن فترسم على السطر، فتبقى مقروء. طب والثانية مسؤول، قلنا إيه؟ ترسم هذه الهمزة على نبرة لأن يمكن اتصال ما قبل الهمزة بما بعدها في الرسم أو في الكتابة. خلاص القاعدة دي. طيب قول لي من الفعل المعتل المثال. معتل المثال يعني معتل الأول، ما فيش عندي مشكلة منه خالص، اللي هو وصل احط له ميم في الاول واو قبل الاخير فتبقى موصول، ما فيهاش مشكله خالص عندي. يبقى الفعل المعتل للمثال لا يشكل اي مشكله عندي. طب نشوف بقى كده ليه الفعل المعتل الاجوف. معتل احد حروف الاصليه حرف عله عشان ما ننساش، واجوف يعني الحرف العله ده في الوسط، زي قال مثل قال، باع صان صام قام، ده كله زاد، دي كلها حروف ايه؟ إلا في الوسط، ففعل معتل أجوف. هنا بقى بنعمل خطوتين، إيه هما؟ قال لي نرد حرف العلة إلى أصله. أي حرف علة هو حاجة من الاتنين، يا منقلب عن واو أصله، أو منقلب عن ياء يبقى أصله ياء، يبقى الأصل حرف العلة يا واو يا ياء. طب بنعرف الأصل إزاي؟ قال لي وذلك عن طريق المضارع، مضارعه أو مصدره. يبقى إحنا بنعرف عن طريق الإيه؟ المضارع منه أو المصدر. ايه هو المصدر؟ قال لي المصدر اللي هو زي المفعول المطلق كده، مثل مثلا قال قولا او القول، باع بيعا او البيع. طب تعالى نشوف هنا، قال المضارع منها ايه؟ يقول. يبقى اذا حرف العله الالف ده اللي في الماضي رجعنا الاصل اللي هو مين؟ الواو. خلاص. طب وباع المضارع منها يبيع، فحرف العله الالف ده الوسط رجع إلى أصله في المضارع اللي هو الياء. طيب أنت كده هترد حرف العلة الأصل، ردينا، يبقى عندي هتعامل مع قاف واو لام. طيب بيقول لي خلاص هنحط الميم في الأول وما، وبعد كده نحط الواو في الآخر قبل آخره، تبقى مقول. صعب في النطق، فقال لي عشان كده الخطوة الثانية نحذف واو مفعول. يبقى أنا حطيت رجعت حرف العلة الأصله عن طريق المضارع او المصدر، وحطيت الميم المفتوحه بتاعتي لان ده ثلاثي، وحطيت الواو بتاع مفعول. قال لي لا،
لأن كده هتبقى صعوبة في النطق. فقال لي نحذف واو مفعول فتبقى إيه؟ مقول. لا صعبة في النطق، قال احذف الواو فتبقى مقول سهلة. يبقى مقول اسم مفعول من الفعل إيه؟ لا ما قلتش قال، من الفعل قيل، لأن إحنا قلنا إن هو يصاغ من فعل مبني للمجهول. خلاص كده؟ تمام، يبقى في فرق. طبعا كده أنا حصل عندي لخبطة. يا مستر طب هو دلوقتي قال ولا قيل؟ مش قلنا إن الألف أصل واو؟ ما هو شغلي شيء إن أنا أصيغ أشكل أعمل من فعل قال اسم مفعول. قال لي الأول ده في حرف علة رد الأصل. رديت حرف العلة الأصل عن طريق المضارع يقول، فلقيت حرف العلة أصل واو، نركز في دي أصل واو، فرجعت واو فاشتغل على قا و لا، القاف اللي بالأسود وواو بالأسود واللام بالأسود. هحط الايه؟ الميم المفتوحة. قال لي هتيجي تحط الواو بتاع مفعول هتبقى صعبة في النطق، هنعمل ايه؟ قال لي نحذف واو مفعول فتبقى مقول. يبقى جملة مقول القول، يبقى كلمة مقول مالها؟ مقولات، مقولات الأمر ده. يبقى كلمة مقول ده اسم مفعول من فعل إيه؟ ثلاثي معتل الوسط، معتل الأجوف. طيب وزنه إيه؟ ما أنت هتحذف الواو من مفعول فتبقى مفعول. خلاص كده؟ طب تعالى نشوف من باع يبيع. يبقى أنا عندي باء يا عاء اللي بالأسود، هحط ميم مفتوحة في الأول ونيجي نحط واو مفعول، يقول لي هتحطها وتحذفها تاني. ليه؟ قال عشان هتبقى مبيوع. لا نطقها مش حلو، واللغة العربية تأبى ذلك. مبيوع لا، إنما السهولة احذف واو مفعول فتبقى مبيع. فتبقى إيه؟ مبيع. يبقى الميم المفتوحة اللي في الأول بينت لي إن أنت بتتكلم عن اسم مفعول. طب والمعنى والدلالة؟ ما هو المبيع؟ الذي تم بيعه أو الذي بيعه، برضو فعل مبني المجهول. يبقى المبيع هو الذي بيع، والمقول هو الذي قيل. واضح كده؟ لأن بناء الفعل للمجهول الفعل الثلاثي بدل ما كتب. تمام. طب لو كان في الوسط حرف علة هاجي أقول قال، أقول إيه؟ قو، مش هعرف اكسر الالف يتكسر زي كتيبة، يبقى لازم احذف الالف. لا ده يحول الى يقلب ياء لمناسبة كسر، لان هو الالف ما بيتكسرش فتبقى قيلة. خلاص كده؟ يبقى مبيع اسم مفعول من الفعل ايه؟ بيعا. خلاص؟ وزنه مفعول. مبيع ومقول اسماء مفعول من أفعال معتلة الوسط أو من أفعال أجوفية. طيب من الفعل المعتل الناقص، الفعل المعتل الناقص اللي هو آخره حرف علة، آخره حرف علة، مثل رجا وقضى ودعا وسما ومشى وهكذا وسعى. تمام. طيب احنا قلنا لما يكون في حرف علة بنرد الأصل، يبقى نرد حرف العلة إلى أصله الواو أو الياء حسب مضارعه او الايه او المصدر منه. طيب ان ردينا حرف العله بقى لاصله، قال لي بقى ايه؟ ندغم او ندخل الواو بتاعت مفعول بتاعتي اللي انا احطها جديده في حرف العله ده. طب مثال رجاء، المضارع منه ايه؟ يرجو. المضارع من رجاء يرجو، يبقى حرف العله الالف ده منقلب عن مين؟ عن واو، أو أصله إيه؟ واو. طيب هتيجي أنت تحط ميم في الأول واو قبل الأخير، هيجتمع واوان مرجو. لأ، فبقول لك طالما الاتنين دول حلوين كده متشابهين يبقى دخل الواو بتاع مفعول دي في الواو الأصلية اللي هي الآخر حرف أصلي في الفعل. طيب اتنين مع بعض هيبقوا إيه؟ شدة، فتبقى مرجو مرجو. طب من دعا يدعو مدعو. ده حتى احنا بنستعملها. هما المدعوين جم ولا لسه؟ المدعوين اي الذي تم ايه؟ الذين دعوا، تمت ايه دعوتهم، الذين دعوا وقع عليهم ايه؟ الفعل دعا. يبقى ايه هو المرجو؟ الذي رجي اللي احنا بنرجوه. تمام كده؟
يبقى مرجو فعله ايه؟ رجيع. تمام. طب تعال نشوف الفعل قضى. قضى اخره حرف علة، لابد ان احنا نرده الى اصله. المضارع من قضى ايه؟ يقضي. يبقى حرف العلة ده وان يرسم، وان كان يرسم ياء، الا انه فين؟ في الماضي بتاعه، في المضارع هو واضح ان هو فعلا ياء، يبقى يقضي. طب المضارع يقضي، يبقى انا احط ايه؟ الميم المفتوحة اللي في الاول والواو قبل الاخير. ما هو قال لي لا، طالما حرف العلة في الاخر هندخل واو مفعول دي اللي بالاحمر، هندخلها في الاسود دي، بدل ما تبقى مقضوي مقضوي صعوبة في النطق. لما ندخل الواو في الياء، هو المكان الاصلي مين اللي هيدخل في مين؟ مين صاحب البيت؟ الياء. طب يبقى هنا الواو هتسكن عندها، يبقى البيت بايه؟ باسم الياء، فتبقى ياء مشددة، فتبقى مقضي. تمام كده؟ مقضي. يبقى انا لما ادخل الواو في الياء يبقى اديني ياء مشددة. تمام؟ الواو في الواو مفيش مشكلة، مش باينة، هي كده كده الاتنين واو مع بعض، فايه؟ هتبقى واو مشددة مرجو. انما واو تدخل في الياء يبقى الاصل عندي الياء، يبقى الياء هي اللي اتحط عليها شدة. خلاص كده؟ فتبقى ايه؟ مقضي. منهي. تمام؟ من المنهيات. تمام؟ الامور المنهي عنها هي دي. فمن المنهيات، الامور المنهي عنها هي دي، منهي او منهيات او حاجتك ماضيه ان شاء الله. يبقى كلمه ايه؟ مقضي او مقضيه دي مالها؟ اسم مفعول من فعل معتل ناقص اللي هو ايه؟ قضي. واذا كان مرجو او مرجوه تبقى روجيا. ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للافعال الثلاثيه. طيب كيف نصيغ اسم المفعول من فعل غير ثلاثي؟ فعل غير ثلاثي يعني عدد حروفه في الماضي اكتر من ثلاثة. ازاي بنصيغ الكلام ده؟ برضو خطوات بنحفظها. اول حاجة ايه؟ على وزن المضارع منه، بجيب المضارع من هذا الفعل، بعد كده نقلب حرف المضارعة ميما مضمومة، ماشي. طيب وبعد كده نفتح ما قبل اخره. هنا ثلاث خطوات. اكرم كم حرف؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة أحرف. يبقى كلمة أكرم. تمام؟ أول خطوة نجيب المضارع، أدي بقت ياء لونها أحمر أهو، هنقلب تاني خطوة نقلب حرف المضارع ميم مضمومة، قلبناه ميم مضمومة، هنفتح ما قبل الآخر، أدي ميم مضمومة ونفتح ما قبل الآخر فتبقى مكرم. يبقى مكرم، المكرمين كويس، مالهم الياء الميم دي كان اصلها ياء. تمام؟ يبقى يكرم. تمام. يبقى الفعل يكرم ده مضارع، الماضي مين؟ اكرم، قلنا لا اكرم، فعل مبني للمجهول. خلاص كده؟ يعني يبقى الخطوه الاولى بنجيب المضارع اوله ياء لونها احمر اهو، الخطوه الثانيه نقلب حرف المضارع ميم مضمومه، الخطوه الثالثه نفتح ما قبل الآخر، أدي الراء مفتوحة مكرم، الميم مفتوحة بتاع مجتمع، الراء مفتوحة بتاع مستخرج. طيب في ناس تانية تقول لك ما نعملهم على الخطوتين، إزاي؟ قال لي عن طريق المضارع المبني للمجهول. المبني إيه للمجهول؟ وبعد كده نقلب حرف المضارع ميم مضموم، وكده كده المضارع المبني للمجهول مفتوح ما قبل الآخر، فمش محتاج دي. يعني مثلا أكرم مضارع المبني المجهول مين؟ يكرم. ايه؟ يكرم. والنقل بحرف المضارع ميم مضمومة فتبقى مكرم. فكده كده انا ايه؟ ما قبل اخره في المضارع مفتوح. ده بالنسبة لغير الثلاثي. غير الثلاثي ممكن اختصره في خطوتين اتنين، ان انا اعمل ايه؟ المضارع المبني للمجهول، بعد كده اقلب حرف المضارع، ابدل حرف المضارع الى ميم مضمومة. اجتمع يجتمع، اقلب حرف مضارع ميم مضمومة يبقى مجتمع. استخرج مضارع مبني للمجهول يستخرج، اضم اوله وافتح ما قبل اخره يستخرج، اقلب حرف مضارع ميم مضمومة فتبقى مستخرج. فيها مشكلة؟ تاخد بقى بعض الايه؟ الملاحظات اللي عندنا، اكيد لازم يكون عندنا بعض الملاحظات. اول ملاحظة عندي بتقول ايه؟ زي ما احنا قلنا قبل كده في المشتقات، اسم الفعل وصيغة المبالغة،
اسم المفعول يأتي مذكرا ومؤنثا ويأتي مفردا ومثنى وجمعا. يعني يجي للمذكر لو كان مذكر، مؤنث لو كان بيتكلم عن مؤنث، مفرد او مثنى او جمع. يعني مثلا ممكن اقول ايه، مثلا كلمة مشروب مفرد مذكر، مشروبة، مشروبات، تمام كده، مشروبان، مشروبين. يبقى ممكن ان هو يأتي ايه، مثنى او جمع او مفرد، ممكن يأتي مذكر او مؤنث، طبعا يعرف حسب موقعه في الجملة. يبقى هنا عندي يعرف اسم المفعول على حسب موقعه في الجملة، زيه زي أي كلمة عادية. قلنا ليه الإعراب يخص النحو، أما إن إحنا دلوقتي إيه في الترم ده بنشتغل صرف، تغيرات في الكلمة، في بنية الكلمة نفسها. طيب قد يتشابه الملحوظة دي، كنا قلناها ساعة اسم الفاعل لو تفتكروا حلقة قبل الماضية، اللي قبل الماضية يعني، يتشابه اسم الفاعل مع اسم المفعول من غير الثلاثي. كويس، ان نفرق بينهم كيف؟ اللي على حسب السياق الايه، السياق اللغوي، تمام، يعني حسب السياق اللغوي. فمثلا يقول اخترت ثيابي فانا مختار. الجمله الثانيه اختارني ابي فانا مختار. كلمه مختار في الاثنين نفس بعض، نفس تشكيلها، نفس وزنها، مختار مختار. ولكن نشوف في الجمله الاولى مختارين تتكلم عني انا. طيب بس هل انا علاقتي ايه بالفعل؟ هل انا اللي اخترت ولا وقع علي الاختيار؟ اخترت، بتتكلم عن تاء الفاعل، يعني دي بتتكلم عن تاء الفعل، هي اللي عملت الفعل، يبقى انا اللي اخترت، يبقى انا الذي قمت بالفعل، انا الذي قمت بالايه، بالفعل او بالحدث اللي هو بالاختيار. اذا فكلمه مختار اسم فاعل. ليه اسم فاعل؟ لان انا اللي اخترت، تمام كده. طب الجملة الثانية اختارني أبي فأنا مختار. مختار هنا بتتكلم عن مين يا حبايبي؟ عن ياء المتكلم، وياء المتكلم ضمير نصب تأتي مفعول به. شفنا جبناها ازاي؟ انما فوق تاء الفاعل تأتي فاعل، تحت ياء المتكلم بتاعتي انا برضو، بس اللي هنا تأتي ضمير نصب. يبقى انا، يبقى فأنا مختار اي انا الذي وقع علي الفعل او وقع علي الاختيار. يبقى إذا مختار هنا في الجملة الثانية اسم مفعول. نقولها تاني، كلمة مختار في عندي مختار ومختار، أنا مختار، أنا مختار. طيب الجملتين هنا إيه؟ طيب بتتكلم عن إيه كلمة مختار دي في الأول؟ هل بتتكلم علي أنا وأنا اللي عملت الفعل؟ أنا اللي اخترت. يبقى مختار هنا بتتكلم عني وأنا عملت الفعل. خلاص كده؟ يبقى أنا إيه؟ مختار هنا اسم فاعل. إنما مختار الثانية بتتكلم عني برضه، ولكن في صيغة ياء المتكلم اللي بتيجي نصب مفعول به، أنا اللي وقع علي الاختيار، اختارني أبي. يبقى أنا اللي وقع علي الاختيار، أنا اللي وقع علي الفعل، يبقى إيه؟ أنا في الحالة دي أو كلمة مختار هنا اسم مفعول. وكذلك الأفعال، في أفعال بقى بتتشابه مثل احتاج، اشتاق، احتل، اعتز. يعني الفعل من آخر الخماسي اللي قبل آخره ألف، أو فعل خماسي على حروفه خمسة، ماله آخره شدة أو مضاعف، حرفين مثل بعض، ده ماله يتشابه في اسم الفاعل مع اسم المفعول. ولو تفتكروا لما خدنا مع اسم الفاعل خدنا إسرائيل محتلة لفلسطين، وفلسطين محتلة من إسرائيل. كلمة محتلة نفس التشكيل، ولكن محتلة في الأولى، إسرائيل محتلة هي اللي احتلت، يبقى هنا محتلة اسم فاعل. إنما فلسطين محتلة من إسرائيل، وقع عليها الفعل الاحتلال، يبقى محتلة معاها هنا تبقى اسم مفعول. خلاص، يبقى يتشابه ايه فيها اسم الفاعل مع اسم المفعول في الافعال اللي زي دي، ونفرق بينهما على حسب او على حسب السياق اللغوي. طيب الملحوظة رقم 4 يقول يشتق اسم المفعول من فعل مبني للمجهول. هنهتم هنا شوية بقى ونركز مع بعض. فيقول لي فمثلا اسم المفعول مقروء، كما ذكرنا فعله ايه؟ قرئ وليس قرأ، لان قرأ معلوم. خلاص، واحنا بنتكلم فعل مبني انه مشتق من فعل مبني للمجهول لانه وقع عليه الفعل. ما هو المقروء؟ الذي ايه؟ الذي قرأ ولا الذي قرئ؟ الشيء المقروء اللي اتقرا، اللي وقع عليه القراءه، الذي قرئ. خلاص، أما الشخص فبقول عليه قارئ. ليه؟ لأنه قرأ، الذي قرأ. واضحة في كلمة مثلا الفعل شرب،
لما اتكلم عني مثلا او عن العصير عايز اتكلم عني في ما اصيغ حاجه اسم يصفني انا مع الفعل شارب، اقول شارب انا شارب. طب والعصير عايز ايه؟ ان انا يعني اصف العصير بكلمه، من اصيغ له كلمه، اصيغ له وصف من الفعل شارب، فاقول عليه هو مشروب. يبقى انا شارب وهو مشروب، اي وقع عليه الشرب او الفعل شرب، وقع عليه الفعل يبقى شرب. فهمنا هي ليه لازم يكون فعلها مبني للمجهول؟ عشان الدلاله على من وقع عليه الفعل من نفس صيغه او من نفس حروف الفعل نفسه. طيب عملت جدول هنا صغير مع بعض كده نركز فيه. اسم المفعول مقول، اسم المفعول مقول، فعله ايه؟ قيل. يبقى ده صعب شويه عليا ان انا اركز فيه شويه، لان حرف العله هنا ايه؟ اصله واو. فمقول الفعل منه قيل، الذي اشتق منه مبني للمجهول قيل، خلاص كده. ومبيع اسم مفعول من الفعل ايه؟ بيع، برضه لازم يكون مبني للمجهول. الاصل واو بيعمل لي قلق شويه، سواء اللي الواو في الوسط او في الاخر. مرجو اسم مفعول، ممكن يكون مرجوة او مرجوين ايا كان بقى، مبيعات ايا كان، تيجي جمع ما انا عارف ان هو اسم المفعول ياتي للمثنى وللجمع وللمفرد سواء كان مذكر او مؤنث. فمرجو فعله ايه؟ روجيا وليس رجا. يبقى مرجو اسم مفعول من الفعل روجيا، عشان لو في اختيارات واخترت رجا هيبقى اختيارك خطأ. ليه خطأ؟ الإجابة الأصح اللي هو روجيا، لأنه يشتق من فعل مبني للمجهول. خلاص؟ طب من هي؟ فعله إيه؟ نهيا. كلمة مسؤول اللي فيها همزة برضو يعمل لي قلق. مسؤول فعله إيه؟ سأل؟ لا، فعله إيه؟ سئل، همزة على نبرة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، يبقى في حد سأله. خلاص؟ فهو مسؤول، انت فلان مسؤول في المكان الفلاني، يعني انا بتسأل، بيقع علي السؤال، حد بيسألني. فلما اتكلم عن نفسي اقول مسؤول، فمن هو المسؤول؟ الذي يسأل او الذي سئل. واضح كده؟ جبت من المضارع يبقى يسأل، لو في اختيارات جبت من الماضي، وطبعا ده الاصل ان هو يبقى ايه؟ ماضي مبني المجهول، يبقى سئل. مشدود الفعل اللي هو المضاعف، فعله ايه؟ شد، بس ضم الحرف الاول فقط لا غير، ما اقدرش اكسر ما قبل الاخر عشان ده مشدد. شديد لا، يبقى شد بس. فان غم الهلال وهكذا، فكلمه فان غم عليكم يبقى كلمه غم مثلا، يعني تحس ان هو شكله ايه؟ بيبقى كده عليه ضمه وشده فقط لا غير. يبقى مشدود اسم مفعول من الفعل شد. تمام؟ طيب نكمل بقى فين؟ في غير الثلاثي بقى شويه. طب كلمه معان، معان اسم مفعول الذي وقع عليه الايه؟ الاعانه، وقعت عليه الاعانه. طيب فعله ايه؟ من المعان؟ الذي وقع عليه الاعانه، يبقى الذي اعين، اعين وليس اعان. يبقى هنا من المعان؟ الذي ايه؟ أعين، وقع عليه الإعانة أو وقعت عليه الإعانة. يبقى معان اسم مفعول فعله إيه؟ أعين. طيب مستجاب فعله إيه؟ أستجيب، فعله أستجيب وليس استجاب، استجاب معلوم إنما استجيب مجهول. خلاص؟ كلمة مختار لو هي جياني اسم مفعول، فأنا بتكلم على اسم مفعول، نلاحظ يبقى فعلها ايه في اسم المفعول؟ فعلها اختيرا، اختيرا. تمام؟ يبقى مختار لو اسم مفعول يبقى فعلها اختيرا، انما لو كانت اسم فاعل يبقى فعلها ايه؟ يبقى فعل، حد يقول؟ يبقى فعلها اختارا. تمام؟ لان ممكن في المثال بتاعنا يقول لي ايه؟ بين نوع المشتق واذكر فعله في كل جمله. فلو قال لي مثلا كده كلمه مختار اخترت ثيابي فانا مختار، ما هي مختار هنا اسم فاعل، يبقى فعلها ايه؟ اختار.
أما اختارني أبي فأنا مختار، أو اختارتني المدرسة فأنا مختار، أو اختارني المعلم فأنا مختار. يبقى وقع علي الاختيار، يبقى هنا مختار اسم مفعول، يبقى فعلها اختيرا. طب كلمة مقابل، مقابل هذا الشخص مقابل بحفاوة، فبيقول لي بقى مقابل دي اسم مفعول فعلها ايه؟ فعلها قوبل وليس ايه؟ وليس قابل. تمام؟ يبقى تاني، يبقى كلمة قوبل اسم مفعول فعلها قوبل. تمام؟ لأن قوبل الشخص، من هو المقابل؟ الشخص الذي قوبل. تمام؟ يبقى قوبل ده الفعل اسم مفعول منه مقابل. خلاص كده؟ طيب لو حبينا نشوف الملحوظة الخامسة. الملحوظة الخامسة بتقول لي إيه؟ ليست مهمة بقى، ليست كل كلمة أولها ميم مضمومة وقبل آخرها فتح أو قبل آخرها ألف تكون اسم مفعول. يعني الناس اللي بتصم وبتحفظ، لا احنا بنحب الفهم، يعني الصرف والنحو عايزين حد ايه؟ عايزين حد شوية بيمركز. طيب نركز مع بعض كده. فإذا كانت على وزن مفاعلة فهي غالبا مصدر لفعل رباعي، مثل كلمة ايه؟ مثل الفعل عندي قابل مقابلة. طب ما هي مقابلة، هنا احنا لسه واخدين مقابل اسم مفعول. تمام؟ ممكن تكون بنت فتبقى مقابلة. طب ازاي انت بتقول قابلة مقابلة؟ ما هو ايه؟ هنشوف دلوقتي. طب وشاركة مشاركة، اولها ميم مضموم ومفتوح ما قبل الاخر، وهنا ميم مضموم ومفتوح ما قبل الاخر، مقابل مشارة. طب مساهمة، طبعا صح، ساهمة مساهمة. طب كل هذه الكلمات مقابلة ومشاركة ومساهمة قد تكون ايه؟ اسم مفعول وقد تكون مصدر. هنشوف ازاي. قال لي بقى يمكن ان نفرق بين المصدر واسم المفعول عن طريق المعنى، عن طريق الايه؟ المعنى. فبيقول لي فان دل على من وقع عليه الفعل فهو اسم مفعول. فالكلمة اللي عندي دي بقت اسم مفعول لانها دلت على من وقع عليه الفعل. هنا يقول لي الدكتورة مقابلة بشكل يليق بها، الدكتورة مقابلة بشكل يليق بعلمها. يبقى مقابلة هنا بتتكلم عن مين؟ عن الدكتورة، وتقول إن هي اتقابلت بإيه؟ بشكل يليق بعلمها. يبقى هي وقع عليها الإيه؟ المقابلة وقعت عليها هي، فكلمة مقابلة بتتكلم عن الدكتورة. أي تم الناس يعني قوبلت بإيه؟ بشكل يليق بها. لو أنا أحذف مقابلة هنا أقول إيه؟ الدكتورة قوبلت بشكل يليق بها. استقام المعنى أم لم يستقم؟ استقام. يبقى أنا لو شلت الكلمة اللي عندي دي اللي أنا شاك إن اسم مفعول وحط فعل مبني للمجهول يستقيم المعنى. خلي بالنا من الملحوظة دي، إذا تم حذف اسم المفعول ووضعنا مكانه فعل مبني للمجهول، فعلا مبني للمجهول يستقيم المعنى. إذا استقام المعنى يبقى كده فعلا الكلمة دي كانت اسم مفعول. فهنا لما يقول لي الدكتورة مقابلة تم يعني قبلت يعني إيه؟ بشكل يليق بعلمها، فهنا مقابلة اسم مفعول. طب هنا المثال الثاني أو الجملة الثانية، يجب مقابلة الدكتورة بشكل يليق بها. يجب ايه اللي بيجب؟ المقابلة نفسها بتجب، مقابلة الدكتورة. يبقى ده المصدر نفسه الايه؟ المصدر هو زي المفعول المطلق او الحدث نفسه. يبقى مقابلة هنا نوعها ايه؟ قال لي مصدر. يبقى يجب قوبلة الدكتورة ما تنفعش. يبقى انا لما جيت حذفت كلمة مقابلة هنا وجبت فعل مبني للمجهول قوبلت، يجب قوبلة الدكتورة ما ينفعش، فعلين يجوا هنا عندي ورا بعض وفعلين تامين ما فيهمش اي مشكلة خالص. يجب قوبلة ما تنفعش، يجب قوبلة الدكتورة. لما هنا الدكتورة قوبلت بشكل يليق بها استقام المعنى. فيبقى مقابلة فوق اسم مفعول ومقابلة تحت مصدر. طبعا المصادر دي هناخدها ان شاء الله في ايه؟ في ثانوي، بس كده كده احنا خلاص خدنا عنها
معلومة معينة. نفكر بقى في التدريب ده مع بعض كده. هات اسم المفعول من الأفعال الآتية. نفكر كده فيهم بدون ما نبص على حاجة. الفعل أخذ، والفعل وعد، والفعل مد، والفعل زاد، والفعل صام ودعا وقضى. اسم المفعول منها وأيهما أسهل؟ أخذ ثلاثي. ثلاثي يعني إيه؟ هنحط أوله ميم مفتوحة، واو قبل آخره، فتبقى مأخوذ. تمام، مأخوذ. طب وعد اللي هو المعتل المثال، معتل الأول، سهل برضو وميسور مثل الصحيح، ميم في الأول واو قبل آخره، فتبقى موعود. ماشي. طب مد، ده مشدد، ده مضاعف ثلاثي، يبقى نفك التضعيف ومفيش مشكلة، احط الميم في اول ميم مفتوحة واحط ليه الواو بين الدالين، بين الايه الحرفين المشددين، فتصير ممدود. ممدود، الطريق مع الممدود يعني الذي مد، اليد الممدودة أي التي مدت. تمام كده، وقع عليها الحدث أو الفعل. زاد، ده في حرف علة في النص، معتل أجوب، نرد حرف العلة إلى أصله. تمام، زاد يزيد، حط ميم، يبقى عندي ميم مفتوحة في الأول وهو قبل الأخير، فتبقى مزيود. إيه مزيود دي؟ صعبة أوي. طب بنعمل إيه في الصعوبة؟ بنحذف واو مفعول، فتبقى إيه؟ مزيد. كلمة مزيد قد تأتي في الجمل والواحد ما ياخدش باله منها إن هي اسم مفعول من فعل ثلاثي. طيب مزيد ده اسم مفعول، فعله إيه؟ مش موجود عندي، بس أنا عايز فعله بقى. فعله إيه؟ فكر كده. فعله زيد. تمام، فعله زيد. طيب صام، معتل أجوف، ميم مفتوحة في الأول، نرد حرف العلة الأصله، يصوم، يبقى واو، يبقى مصوم. لا فيها صعوبة، نحذف واو مفعول فتبقى إيه؟ مصوم. تمام، مصوم. دعا، حرف علة في الإيه في الآخر، نرده إلى أصله، دعا يدعو، يبقى أصله واو، نحط الميم المفتوحة في الأول واو قبل آخره، يبقى اتنين واو، يبقى نحط عليهم شد، فتبقى مدعو. تمام. طب وقضى، اخره حرف علة، فيبقى فيه ايه؟ نرد الاصل، قضى يقضي، فتبقى ميم مفتوحة في الاول، ماشي، واو قبل اخره، مقضوي، صعبة في النطق، لا دخل واو مفعول في حرف الياء فتبقى مقضي، من جنس الحرف الاخير ياء، يبقى ياء عليه شد. طب نشوف بقى كده ليه غير الثلاثي. أقام، أقام. عايز نعملها من إيه؟ من خطوتين اتنين، نجيب المضارع المبني للمجهول يقام. إيه اللي بحرف المضارع ميم مضمومة؟ مقام. طب عايز أجيبها إيه في ثلاث خطوات؟ الناس اللي مش واخدة بالها معانا، أقام المضارع منه إيه؟ أقام يقيم. إيه اللي بحرف المضارع ميم مضمومة؟ مقيم. افتح ما قبل الآخر هتبقى الياء، مق، مش عارف انطقها، مقي ازاي، مقيم، مقيم، لا صعب قوي. طب ما هو الياء ما تتفتحش، هي تتقلب الى ايه؟ الى الف، لان الالف هو اللي يناسب الفتح، فتبقى مقام، يبقى ايه؟ مقام. خلاص ماشي. انما لو قال لي بقى مقام هنا، الحفل مقام مثلا، فلو قال لي الاجتماع مقام، البيت مقام على أعمدة، لو قال لي هات فعله، حد يقدر يجيب لي فعله من مقام ده؟ لو في حد حاضر معايا كده يقول لي الفعل منه ايه من كلمة مقام. مقام اسم مفعول من فعل غير ثلاثي. عرفنا منين؟ لأن أوله ميم، ميم مضمومة، أوله ميم مضمومة قبل آخره ألف أو مفتوح، ويدل على من وقع عليه الحدث أو وقع عليه الفعل، فتبقى مقام. فعله إيه؟ أقيم. فعله إيه؟ أقيم. تمام.
استشار المضارع منه ايه؟ المبني للمجهول يستشار. يستشار. يبقى انا لما اقلب حرف المضارع ميم مضموم فتصبح مستشار. تمام، مستشار. طيب السؤال هنا الثاني ده كان صعب شوية، فعايزين نفكر برضو فيه ازاي نتعامل معاه. بيقول لي ضع اسم مفعول مناسب، ضع اسم مفعول مناسبا بدلا من الفعل فيما يلي. يعني هشيل الفعل اللي عندي هنا في الجملة واحط مكانه اسم مفعول. دعاء المظلوم يستجاب. الفعل عندي هنا ايه؟ يستجاب. ده فعل ايه؟ ده فعل ايه؟ اكتر من 3 حروف. تمام؟ فهنا عندي ده جاي هنا مضارع جاهز. طالما جاي مضارع جاهز هو اكتر من 3 حروف، لان قلت سواء قلت فعله سواء معلوم او مجهول استجاب او استجيب، فهنا عندي لقيت انه اكتر من 3 حروف في الماضي، فبضم حرف المضارع ده بقلبه الى ميم مضمومه فتصبح عندي ايه؟ مستجاب. تصبح ايه؟ مستجاب. يبقى دعاء المظلوم مستجاب. خلاص كده يبقى ايه؟ سهل قوي ان انا احط المضارع اللي عندي اقلبه ميم مضمومه وكده كده قبل اخره الف. طيب الحفله اقيمت اليوم. هنا جايب لي هنا فعل ماضي اقيمت. طيب الفعل ده هل هو 3 احرف ولا اكثر من 3 احرف؟ ده هنا عندي اللي انا اعرفه، ده هنا جاي ماضي. طبعا التاء تاء التانيث لا تحسب من ايه؟ من عدد حروف الفعل، مش من بنيه اللي هي الفعل نفسه. يبقى الفعل عندي مين؟ اقيم. ادي كده 2 ياء وميم، يبقى كده 4. تمام، يبقى هنا عندي الفعل ايه؟ اكثر من 3 احرف، يبقى اجيب منه المضارع المبني للمجهول يبقى يقام. يقام وليست ايه؟ يقوم، لا يقام. اقيم يبقى يقام. نقلب حرف المضارعة ميم مضمومة فتبقى ايه؟ مقام. كويس، بس هنا بيقول لي الحفلة، يبقى ايه؟ احط لها تاء تأنيث اللي هو اسم المفعول اللي عندي، فتبقى الحفلة مقامة. خلاص كده؟ يبقى الحفلة ايه؟ مقامة. على مثال موجود عندنا في الكتاب برضو، الحجرة أضيئت. يقول لي ها ايه؟ شيل اسم المفعول وحط لي، شيل الفعل وحط اسم مفعول. من أضيئت تبقى تضاء. ماشي، ده مبني للمجهول اهو مضارع، فتبقى قلب حرف مضارع مين مضمومة، تبقى الحجرة مضاءة. ومضاء الهمزة على السطر لأن سبقت بساكن اللي هو ألف مات. تمام، الحقيقة عرفت الآن زي ما إيه جاوبته كده معروفة. أشكركم. طيب نشوف التدريب بقى على إيه؟ على الحاجات اللي فاتت بقى كده ننشط تاني. استخرج سؤال سهل، استخرج اسم المفعول مما يلي وبين فعله. طالب العلم مصونة كرامته. طالب العلم مصونة كرامته. اسم المفعول طبعا اللي عندي لو من ثلاثي هلاقي اوله مما هي مفتوح، مفيش عندي اللي هي كلمة مصونة. سهلة، قلنا نسهل بقى شوية. طيب ادي كلمة مصونة. طب بس هنا بيقول لي وبين فعله، هتقول لي بقى صانة، هزعل منك. فهنا بيقول لي كلمة مصونة اسم مفعول. طيب فعله ايه من مصونة؟ تاء التأنيث ملهاش لازمة طبعا. هتقول لي فعله صون ولا فعله صان ولا فعله ايه بالظبط؟ نخلي بالنا، فعله صان لا ده معلوم، ابني لي المجهول فتبقى صينة. كويس، ممكن تمشي صينة ايوه او صينة، تاء التأنيث مش هتفرق معانا في حاجة. اهم حاجة عندي بنية الايه؟ بنية الكلمة نفسها، مصونة والفعل ايه؟ يصين. لا معلش يا مستر، يصين لا يصينة. تمام، يبقى صح كده، يبقى لا مصونة هو ده اسم المفعول والفعل منه صينت. تمام، تاء تأنيث عشان هي هنا فيها تاء تأنيث، ده الأفضل. الطالبة المهذبة يحترمها الناس. المهذبة مفيش اللي هي اللي فيها ميم، اللي هي وقع عليها التهذيب. تمام،
هما اللي تمام، اللي هو الذبت يعني. خلاص كده، يبقى هنا كلمة المهذبة ده اسم المفعول، سهل. طب عايزين بقى فعله، ده هنا مين مضمومة؟ مو. يبقى نجيب ايه؟ يبقى ده اكيد اكتر من ثلاثة، شوفها كده، يبقى هذبة. طب ما هذبة 3 حروف يا مستر، الهاء والذال والباء. لا، ما انا عندي الذاء ايه؟ الذال مشددة، يبقى هذبة. طب هي عشان بنت واسم مفعول عندي في تاء تأنيث، فأقول هذبت. خلاص، أكمل مكان النقط باسم مفعول مناسب من فعل مضاعف، وبعد كده عايز فعل ناقص. تمام، المعلم المخلص، عايز فعل مضاعف يعني من 3 حروف حرفين شكل بعض، الحرف الثاني والثالث شكل بعض. المعلم المخلص مين من الناس، او بيتعمل فيه ايه من الناس؟ قلنا الفعل مثلا حب، ده معلوم عادي، فانا بجيب ايه؟ اسم مفعول منه، ميم مفتوحه في الاول وبفك التضعيف، فتبقى محبوب. يبقى المعلم المخلص محبوب. ماشي، هذبت. ماشي يا احمد، صح. معاذ، برضو نشكركم، مشكور او محبوب او ممدوح. طيب يا احمد، واحنا عندنا كلمة مشكور ده مش فعل مضاعف، يبقى هي ناخد محبوب، كلمة ممدوح، مدح برضو مش فعل مضاعف. نخلي بالك ان هو بيقول لي ايه؟ فعل مضاعف يعني فيه حرفين شكل بعض، او حرف والتاني مشدد، فكلمة حب محبوب، فتبقى محبوب. تمام كده، يبقى احنا نعمل ايه؟ نركز في طريقة اللي هو طالب مني ايه؟ مهذبة هذبت، ماشي تمام. طيب المعلمة المثالية مالها إلى الحفل، عايز من فعل ناقص، فعل ناقص يبقى آخره حرف عل. المعلمة المثالية، وليكن مثلا من الفعل إيه؟ الفعل دعا، يبقى المعلمة المثالية إيه؟ مدعوة إلى الحفل، يبقى المعلمة المثالية مدعوة إلى الحفل. هنقول مدعو بس كده لوحده، ده عشان دي مؤنثة، فنقول مدعو. طيب هناخد بقى تدريب على ما سبق دراسته. احنا خدنا اسم الفاعل وصيغة المبالغة واسم المفعول، تخير الإجابة الصحيحة مما يلي: ما مريد رفعة الأوطان إلا كل وطني. الفعل الماضي من مريد، مريد. هو مريد ده مشتق، نوعه ايه؟ اسم فاعل ولا صيغة مبالغة ولا اسم مفعول؟ اوله ميم مضمومة، طيب قبل اخره مفتوح، يبقى كده اسم مفعول من غير ثلاثي، انما قبل اخره ياء او قبل اخره مكسور يبقى اسم فاعل. ما مريد يعني لا احد يريد رفعة الاوطان الا كل وطن، يبقى مريد هنا اسم فاعل من فعل ايه؟ افتكر معايا اسم الفاعل لو من الثلاثي على وزنه، على وزن فاعل، لو من غير الثلاثي يبقى اوله ميم مضمومة، مكسور ما قبل الآخر أو ما قبل الآخر هتلاقيها. يبقى فعل مريد، اسم الفاعل مريد ده، الفعل الماضي منه إيه؟ راد ولا أراد ولا رود ولا ريد؟ طبعا هنا عندي اختيارات عندي سهلة جدا، ده كله ثلاثي، راد ثلاثي، رود ثلاثي، ريد ثلاثي، مفيش اللي هي أراد اللي هي رقم باء. يبقى مريد اسم فاعل، الفعل منه أراد، واضح؟ طيب المثال الثاني ده محتاج تركيز شوية، نقرأ كده: المؤمن مؤتمن على حياة الآخرين، المؤمن مؤتمن على حياة الآخرين. ما تحته خط على الترتيب؟ أنا عندي هنا إيه؟ مشتق ومشتق، كلمتين، هل الاتنين اسم فاعل؟ ولا هل الاتنين اسم مفعول؟ ولا هل الأول اسم مفعول والثاني اسم فاعل؟ أم هل الأول اسم فاعل والثاني اسم مفعول؟ نفكر فيها كده، هتقول لي اقراها تاني، عارف، هقول لك المؤمن مؤتمن على حياة الآخرين، أول واحد من مضمومة مؤ، ودي برضو مؤ، اللي في إيه؟ مش حد هيجاوب، من مضمومة هنا المؤمن، ودي برضو مؤتمن. طب نشوف كده قبل الأخير، قبل الأخير في المؤمن تشكيل الميم دي مؤمي،
من مضمومة، أقوله من مضمومة مكسور ما قبل الآخر يبقى اسمه فاعل، تمام؟ من مضمومة وقبل الآخر هنا الميم، مؤتمة. يبقى ده اسم مفعول. يبقى الاختيار الصحيح رقم د، الأولى اسم فاعل والثانية اسم مفعول، تمام؟ وكلاهما من فعل إيه؟ غير ثلاثي. هات من الفعل رأى، السؤال ده كان بيجي كتير زمان يا شباب. هات من الفعل رأى اسم فاعل مرة واسم مفعول مرة أخرى، تمام؟ في جملتين من عندك، جملتين مفيدتين. رأى ده ثلاثي، اسم الفاعل منه بزود ألف ثاني وأكسر ما قبل الآخر، تبقى إيه؟ طبعا الألف ده رائع لما يتكسر هيبقى على نبرة، ودي ياء رائي. طب لما تيجي في إيه في جملة ممكن تحذف الياء زي داع وتعوض عنها بتنوين، تنوين عوض عن ياء محذوفة في حالة الرفع وحالة الجر، بشرط تكون الكلمة ما فيهاش ألف ولام، مجردة من ال ومجردة من الإضافة. فبقول إيه؟ أنا رائن الحقيقة بوضوح، أنا رائن الحقيقة بوضوح، كده تبقى اسم فاعل. عايز اسم مفعول؟ رأى، رؤيا، الفعل منها الماضي المبني المجهول، فتبقى مين؟ مين مفتوح في الأول؟ مرؤوي، إيه أوي دي؟ طب ما ندخل الواو بتاع مفعول في الياء، فتبقى إيه؟ مرئي، تمام؟ الهلال مرئي بوضوح. طب لو كانت مؤنثة؟ الحقيقة مرئية بوضوح. خلي بالنا من الفعل رأى اسم الفاعل فيه رائن أو رائي، اسم المفعول مرئي، تمام؟ بين نوع المشتق فيما يلي، ده برضه سؤال بيأتي كثيرا. الابن محتاج إلى أبيه، الابن، الابن ماله؟ محتاج إلى أبيه. طيب الأب محتاج إليه من أبنائه، محتاج هنا ومحتاج هنا الاثنين نفس الوزن ونفس التشكيل، بس محتاج هنا اقرا كده الجملة، الابن محتاج إلى أبيه، الابن هو اللي إيه؟ اللي بيحتاج، يبقى محتاج هنا إيه؟ اسم فاعل. الأب محتاج إليه، الأب بيحتاج إليه، يحتاج إليه، فيقع للاحتياج، ويحتاج هنا فعل مبني للمجهول، فعلا استقام المعنى، الأب يحتاج إليه من أبنائه، يستقيم المعنى مع بناء الفعل للمجهول، يبقى محتاج مع الأب اسم مفعول. أحسنتم. صوب الخطأ فيما يلي، وفي خطأ هنا ولا إيه؟ محمد داعي إلى الخير، دي فيها خطأ؟ محمد داعي إلى الخير، ومصونة كرامته، مصونة كرامته، فين الخطأ اللي فيها بقى؟ محمد داعي إلى الخير مصونة كرامته، ماشي، داعٍ لسه قايلينها في الإيه؟ في الصفحة الماضية، الصفحة اللي فاتت، فمحمد داعٍ لأنها أتت إيه؟ بدون ال وبدون إضافة، مجردة من ال والإضافة. طيب وأتت فين؟ في رفع، في موقع رفع، خبر مرفوع بضمة مقدرة على ياء محذوفة، يبقى داعٍ. طب كلمة مصونة لا نحذف واو منهم، هتبقى مصونة، نحذف واو منهم. قال الشاعر: عليك نفسك هذبها، فمن ملكت زمامه النفس، ولا من ملكت زمامه النفس عاش الدهر مذموما. اعرف ما تحته خط واستخرج اسم مفعول واذكر فعله. اسم مفعول اللي عندي ما فيش اللي قدامي غير مين؟ غير مذموم. فعله ايه؟ فعله ذم، ذا المضمومة وميم مشددة، ذم، تمام. طيب هات من الفعل ملكت اسم مفعول في جملة مفيدة. ملكت، خلي بالك ان الملكة ثلاثي تبقى مملوك، تمام. تهم تأنيث هنا في الفعل يبقى مملوكة، الغرفة مملوكة لنا، خلاص. طيب نيجي بقى نشوف الإعراب، أهم حاجة الإعراب عندي. جايب هنا في الإعراب إيه؟ عليك نفسك هذبها، هذب ده فعل إيه؟ فعل أمر مبني على السكون،
والفعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به. تمام، داع ومصونة. أحسنت يا معاذ، داع ومصونة بدون واحد. أحسنت يا أحمد. يبقى طيب هذبها فعل مبني، فعل أمر مبني على السكون، والفعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. تمام، طيب زمامه هذبها فعل أمر مبني على السكون. شاطر يا أحمد. والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. ومعاذ قايل مملوكة. كويس يا معاذ، شكرا يا أحمد، بس ناقصك إن أنت تقول الفعل مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب فمن ملكت زمامه النفس. أنا هنا يعني شكلت النفس، فكده خلاص بقى ما ينفعش إن إحنا إيه نغلط فيها. لأن مين اللي هيملك مين؟ النفس اللي هتملك ولا الزمام اللي هيملك النفس؟ لا، يبقى النفس اللي تملك الزمام. تمام؟ فمن ملكت زمامه النفس زي ما فمن شرب الشاي الطالب، يبقى مين اللي شرب مين؟ مفيش مشكلة إن المفعول به يأتي مقدما. يبقى زمام مفعول به منصوب بالفتحة ولا مضاف إليه. والنفس إيه؟ فاعل مرفوع بالضمة. تمام. عندي آخر بقى تدريب اللي هو ده مهم برضو. يقول لي الفعل أعان، عايز منه اسم فاعل. اسم فاعل منه بيكون إيه؟ أعان، ده غير ثلاثي. أعان بجيب المضارع، يعين، قالب حرف المضارع من مضمومة، واكسر ما قبل الآخر فتبقى معين. تمام. اسم المفعول، أجيب الفعل المبني للمجهول، يعان، قالب حرف المضارع من مضمومة فتبقى معان. إيه ده؟ أنت عايز كمان صيغة مبالغة؟ صيغة مبالغة من الفعل الرباعي، لا تأتي إلا على وزن مفعال. أحسنتم. صيغة المبالغة من الفعل الرباعي لا تأتي إلا على وزن إيه؟ مفعال. وممكن برضو فعيل. تمام؟ بس هنا عندي من أعانة ما تنفعش فعيل. فهتبقى عندي صيغة المبالغة من أعانة هتبقى معوان. كن معوانا على الحق وعلى الخير. وإلى هنا تأتي نهاية حلقتنا، كانت مع اسم المفعول من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي. كان معكم أستاذ عادل فاروق. أرجو من الله سبحانه وتعالى لكم دوام التوفيق والنجاح، وجزاكم الله خيرا. ونشكر القائمين على منصة البث المباشر ودعواتنا لكم بالتوفيق، وخصوصا الإدارة العامة للمحتوى التعليمي، لهم منا جزيل الشكر والاحترام. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.